هل دي ممكن اعملها ينفع البارسيميان والباريتافا وكده، اللي هي الادويه الجديده بتاعت الجاك انهيبيتور؟ اعتقد ينفع، لان ده جلد جاف حصل له شكشكه كده، فالدنيا تتحسن قوي مع الدكتور، هياخد قرص واحد من الحاجات دي. انما اوعى ننسى ان البطء الحساسيه بتاعت بطش الارتكاريا دي دلوقتي ما شاء الله العصر الذهبي للارتكاريا، بتتعالج بنسميها سي اس يو، كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا، سي اس يو كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا. ضروري ضروري يبتدي نبعد عن كل الحاجات الحافظه اللي هي بريزرفاتيف، فيها مواد حافظه في الاكل او الشرب ممنوع، فعشان كده طازه في طازه هيخف بسرعه. صحيح. طيب دكتور، في بيسال برضو ان في زي غمقان حول بيريورال ديرماتايتس، هل ده سبب او هل ده ليه علاقه بمقاومه الانسولين ولا لا؟ الرقبه هي اللي مقاومه الانسولين، الرقبه اللي هي غمقه. انما اللي بتقوليه ده مهمه جدا، ثلاث حاجات مهمين جدا. أيوه. ما يستخدمش معجون سنان عادي، يستخدم اللي هو ما فيهوش فلورين من غير ما اقول اسمه، اللي ما فيهوش فورمالين، ادي واحد. لما تاكل مانجا برتقان خصوصا وكده، ملاش تاكل كده، تقطعها وتحطها جوه بقها، لانها لو غمقت ما تطلعش لسانها وما تعملش الحركه بتاعت البنات دي اللي هي بيعضوا في شفايفهم دي. ايوه. اي ما تستخدمش صابونه فيها بيرفيوم، تستخدم صابونه عاديه. كل دول لما تيجي تعالجها بقى ما تجيبليش كورتيزون وفي فلورين، هيعلم كده مره واثنين وثلاثه وعشرة. اكسلانس هو استاذ الامراض الجلديه والتجميل، تسلم عيونك وتسلم مجيتك الغاليه علينا يا دكتور. الله يخليك، الله يخليك، نورتنا يا دكتور عاصم، ونشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي.